أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. تركيا تنقل كل قنابلها غير الموجهة إلى قنابل موجهة ودقيقة. الـ MK82 اليوم هي موجهة ودقيقة في أكينجي بطيران طائرة من دون طيار، درون أكينجي. هذه المهاجمة، هذا الدرون المهاجم اليوم يحول الإطلاق إلى إطلاق ناجح بتوجيه القنابل غير الموجهة. أكيد المعلوم أن تركيا اليوم لديها مثل هذا التصور الناجح على العموم، التقنية الناجح الذي خلق أزمة كبرى، إذ زلزال آخر أن كل القنابل في تركيا تتحول إلى قنابل موجهة ودقيقة. وهذا تصور استثنائي قد يجعل من تركيا بالسفر قنبلة غير موجهة. كل القنابل اليوم أصبحت موجهة ودقيقة، وهذا تطور استثنائي. وعندما يصبح الوضع مع أكينجي ومع درون، هذا سيخلق الفارق بكل تأكيد. إذن لدينا هذا التدقيق الشديد الأهمية الذي يمكن البناء عليه وتطيره على وجه دقيق. إذن الصحف اليونانية تهتم بهذا الموضوع لأنها تعتبره زلزالا تركيا بجعل كل القنابل غير الموجهة موجهة، ومحاولة الوصول مع فترة أردوغان إلى صفر قنبلة غير موجهة. تركيا لديها كيدز توجيه HGK بتحويلها كما ذكرنا القنبلة ذات الاستعمال العام غير الموجهة MK82 إلى قنبلة موجهة، وقد قذفت من بيرقدر أكينجي إلى جميع الأهداف. وبالفيديو أكينجي اليوم الهجومية وصلت إلى جميع أهدافها، هذا الذي يخلق إشكالا مع إنتاجات محلية متواصلة وذخائر جديدة. لقد أنجز الإطلاق في 14 من يونيو 2023 بكيت توجيه الدقيق الـ HGK الآن مطور من شركة تيبيتاك. إذن انطلاق البيرقدار أكينجي بذخائر الـ MK82 والمواجهة من الـ HGK من مركز التكوين والعمليات، ثم بالإطلاق الناري المفتوح، كل هذا يجعلنا أمام بيرقدار أكينجي تيا في إطار الذخائر الموجهة. وبالتمرين لأبريل 2023 سيكون مثل هذا الوضع وضعا دقيقا للغاية، إذ سيحول السوق الكويتي إلى مثل هذه الصفقة مع TB2 وأيضا نحو 4 دول في الناتو ودولتين في الاتحاد الأوروبي دائما مع TB2. والتصدير الحالي هو تصدير موجه جعل من الشركة المنتجة البايكار عموما ترسخ معادلتها منذ 2023 ب 75% من مواردها القادمة من التصدير، وحاليا فإن معدل التصدير في حدود 99.3%، أي أن 0.7 فقط هو الموجه للاستهلاك الداخلي أو للجيش التركي. إذن كل العقود الموقعة اليوم 2022 بمليار و180 مليون دولار يجعلنا أمام 30 دولة مع TB2 و6 دول مع أكينجي، وكلها مؤهلة لمثل هذا الاستخدام على صعيد القنابل غير الموجهة التي تحولت إلى موجهة. لقد أصبحت تركيا اليوم يجعل من كل ترسانتك غير الموجهة والقديمة تحول إلى موجهة ودقيقة، وفي نفس الآن يعطيك الوسيلة التي يمكن أن توصل هذه الترسانة التي لديك إلى أهدافها. إذا هناك ضربتين بعصفور واحد، أو كما يقال، وإن ليس الأمر على هذا الشكل على وجه أدق، إنما المسألة الآن أن هناك تكنولوجيا مؤهلة أن تصل وبشكل واضح إلى إعادة تقدير الأهداف، وثانيا إلى الوصول إليها بضبط شديد، وأن تكون في حالة هجومية. عندما أبيعك أكينجي فإني أبيعك تماما قطعة هجومية، قطعة جوية هجومية يمكن أن تؤدي جميع الأدوار المخولة. إذن أول شيء أنني أحول قنابلك
الام كي 82 الى قنابل هجوميه بمجرد ان تكون على اكينجي. الامر لا يتعلق فقط بالقنابل غير الموجهه نحو الموجهات وحسب، وانما اساسا تحويل هذه القنابل الى قنابل هجوميه. اذن الامر هنا مختلف للغايه. اخذ ترسانتك احولها الى ترسانه هجوميه هي غير دقيقه، تصبح دقيقه، وبعدها اعطيك ما يقود هذه العملية بنجاح إلى الأهداف. إذا أعطيك الاستراتيجية كلها، وهذا الذي أزعج بشكل رهيب جدا المتابعين الغربيين، لأن هذا يعد زلزالا لمن يعرف أن الحروب لا تكسب فقط بالتكنولوجيا، إنما بتغيير كل البنية الأولى للصدام المدفعية مثلا والقنابل وغيرها. عندما نرى مثلا روسيا، سنجد أن الامتياز الذي حدث ما بعد خاركيف واليوم كيف تصمد ما بعد باخموت. ماذا هناك عند روسيا؟ أولا الفاب 250 و 500 هذه زاوية، والمسألة الثانية تحويل الذخائر إلى ذخائر دقيقة أهم شيء، ثم ثالثا أن المدفعية أصبحت أكثر دقة، وعندما دخلت تي 90 أصبحت أكثر دقة وأيضا بنيران أكبر. إذن لدينا هذا التصرف الشديد الأهمية اليوم الذي يمكن الاعتماد عليه أمام الدرون الأساسي للغاية. وعندما تحدث بوتين مثلا وهو يقول أن لدي إشكالان قادمان، إشكال الأول الدرونات، إشكال الثاني الذخائر العالية الدقة. إذن المسألة أين؟ في الذخائر الدقيقة. وماذا آخر؟ الأمر يتعلق بعد الذخائر الدقيقة والتي أصبحت موجهة الآن، أن هناك الاعتبار الثاني الذي تحله أيضا تركيا. إذا تركيا عندما تعطيك الباكيج بشكل كامل فهي تمنحك الامتيازين معا، الامتياز الأول الدرونات عبر أكينجي على وجه دقيق، وثانيا أن هذه الحمولة تتحول بشكل مباشر إلى موجهة وأيضا إلى دقيقة. إذا الإشكالان الرئيسان اللذان تحدث عنهما بوتين وهو في قلب معركة والغرب كله اليوم في جبهة في مقابل روسيا، سنجد في الاتجاه الآخر أن هناك اعتبار دقيق للغاية بخصوص ما يجري الآن، لأن ما يجري حاليا هو إعادة تقدير لوضع شامل. وإلى حدود اللحظة فإن إعادة تقدير كل الخارطة والمشهد يمكن أن يضمنها التركي الآن انطلاقا من مخزونك وتحويل مخزونك إلى مخزون كأنه صنع اليوم. ثانيا أن إعطاء أكينجي يمنحك القدرة على الوصول إلى أهدافك وبالسرعة المطلوبة، والسرعة هنا أصبحت اللغم الأساسي الذي يطرحه الجميع، لأن السرعة الآن في أكينجي تعد بمثابة الأكثر تنافسية على الإطلاق. لهذا فإن مثل هذا الزلزال بتعبير الصحف اليونانية وأيضا الصحف الغربية وضمنها أيضا الكل يتحدث عن الكويت وما ترغب فيه الآن، كل هذا يضمن من جهتين أن هناك إعادة ترتيب أوراق خصوصا بالنسبة للجيوش الأفريقية والآسيوية وغيرها، والتي يمكن أن تشعل من 30 دولة الآن ضمن منظومة تركية شاملة للتأهيل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.